ضماد بن ثعلبة كان في الجاهلية يرقي الناس من الجن والمس والسحر، فأتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال له: سمعت بأنك مجنون فأتيت لأرقيك. فقال عليه الصلاة والسلام: تسمع مني؟ قال: أسمع منك. فقال عليه الصلاة والسلام: كلمات الكل يحفظها. قال: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فقال ضماد: توقف، أعد ما قلت. فأعاد الرسول، قال: أعد ثلاثا. فأعاد الرسول، فقال ضماد: هات يدك أبايعك. فقال عليه الصلاة والسلام: وقومك؟ قال: علي قومي. ما الذي سمعه ضماد؟ ما الذي فهمه؟ ما اليقين الذي دخله عندما سمع هذه الكلمات اللي كلنا نحفظها؟ ونحن أيضا ما الذي نفهمه من أذكارنا، من دعائنا؟ الله أكبر، شو يعني الله أكبر؟ الله أكبر، هل نفهم معناها؟ وإذا فهمنا معناها هل نعمل بها؟ وإذا عملنا بها هل نوقن بها؟ مثلا لا حول ولا قوة إلا بالله، ما معناها؟ ما تأثيرها علينا؟